كنت بكلم السادة مجلس القضاء الأعلى الصبح، وقلت لهم تخيلوا إن أنا ممكن أهد مصر ب2 مليار جنيه. فهم استغربوا قوي. قلت لهم أدي باكيتة وعشرين جنيه وشريط رمادول لمئة ألف إنسان ظروفه صعبة، ظروفه يا دكتور مصطفى، أنزله يعمل حالة بكم؟ لو أنا مش هديله بقى 20، دنيا غليت، هديله 1000 جنيه. ال100 ألف يبقى بكم؟ ب100 مليون جنيه. أنزلهم كم أسبوع كامل؟ 10 أسابيع. بكم؟ بمليار جنيه. طب لو اديتهم 100 جنيه بس، أنزل 1 مليون كل أسبوع لمدة 10 أسابيع بمليار جنيه. أهد بلد فيها 100 مليون ولا 105 مليون بمليار جنيه، يعني 30 مليون دولار الناس بتصرفهم في حفلة. الناس بتوعكم ناس نازلة بتتظاهر، وأنا بمليار جنيه أنزلهم 10 أسابيع ورا بعض زي ما نزلتهم، مش أنا بقى، زي ما نزلوهم في نزلوهم في. هقول كلمة أخيرة وعشان ما أطولش عليكم أكتر من اللازم.